حلل الماتش واحدة واحدة. ممكن اقطعه لك حتة. لا ليش؟ خليك كمان شوي. ما بلشت؟ ساعة انا طلعت من الازمة، ابصر شو فيه. قطعولي الله يستر. شفت احنا بنضيع المباراة علينا؟ هات يا زلمة. الناس اللي عندها اضطراب ما بعد الصدمة بيحسوا انهم في خطر، حتى لو الموقف اللي خافوا منه خلص خلاص، بيحسوا بخوف وقلق طول الوقت، بيفتكروا الموقف اللي عدوا بيه كأنه بيحصل تاني. ده ممكن يخليهم مش قادرين يناموا كويس، بيحسوا انهم منفصلين عن الواقع وعن الناس اللي حواليه. في البلوج ده هنتكلم اكتر عن ازاي ممكن نعرف ان حد عنده اضطراب ما بعد الصدمة وازاي نقدر نساعده. خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا معلومات اكتر وتكونوا سبب في توعية الناس اللي حوالينا. هاي، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. الفتره اللي فاتت كنت عماله اتكلم عن الترومز والسلوكنا والصدمات اللي بنتعرض لها والتشافي وكل ده، وقد ايه ازاي سلوكنا يكون مبني على صدمه تعرضنا لها واحنا اصلا مش واخدين بالنا ان دي تكون صدمه. المره دي بقى انا عايزه اتكلم معاكم في اخر فلوج عن الصدمات، وهو هتكلم على الـ PTSD Post Traumatic Stress Disorder او اضطراب ما بعد الصدمه، وده يعتبر من اهم وافظع وابشع الاضطرابات اللي ممكن تيجي للناس، ممكن تيجي لاي حد. ايه السيمبتومز او ايه هي اصلا اسبابها؟ تعالوا نتكلم على اسباب اضطراب ما بعد الصدمه. ممكن يكون حادثه حصلت، موت حد، قتل قدامك، او حصل مثلا تحرش او اغتصاب او انتهاك، وبعدها حصل لك اضطراب وبعدين حصل لك الصدمه. انت ممكن تكون عديت الموقف عادي وبعدين يحصل لك البي تي اس دي. اول حاجه ان احنا نسمع كويس للشخص، يعني نكون جود ليسنرز، نسمع منهم اللي بيضايقهم، اللي بيحبوه، اللي بيفكرهم بالصدمه، نتجنب اي حاجه تكون بتفكرهم بالصدمه، مش ناخدها على مهمل الهزار او مهمل الحاجه مش مهمه. انت مش عارف اللي قدامك ده بيعاني ازاي. بعض الناس الاماكن او الروائح او الاسامي او حتى اشكال الحاجات بتسبب لهم ان هم يعيدوا الصدمه دي. مثلا لو حد شاف حد بيتقتل مثلا بسكينه، هيبقى شايف السكينه دي عامل بيخوفه دايما او بيخليه مضطرب او بيخليه قلقان. لو مثلا حد عدى في شارع وفي الشارع ده حصل له مثلا تحرش او حصل له حاجه، هتلاقيه دايما مرعوب من الشارع ده، مش قادر يمشي فيه. فدايما نحاول يبقى عندنا دم، يعني مش كل حاجه ناخدها على محمل ان طالما دي حاجه مش بتخوفني او حاجه بتقلقني فيها ممكن ما تقلقش اللي قدامك. لا، اللي قدامك ممكن يكون بيعاني فعلا ومش قادر يتكلم، واختارك انت الشخص الوحيد اللي يقدر يتكلم معاه عن مخاوفه او عن قلقه. ده اول حاجه. تاني حاجة، لو انا شخص واعي وحسيت ان انا عندي اعراض البي تي اس دي وحسيت ان انا تعرضت لحاجة ممكن تخليني يعني امر بده، لازم الجأ ان انا اكلم لدكتور نفسي، لان هيبقى في علاج كيمي، يعني في ادوية بتتاخد وفي علاج نفسي بيتم عشان تقدر ترجع لطبيعتك. لان البي تي اس دي بيخلي الانسان يعني 180 درجة متغير عن شخصيته الحقيقية، انفعالاته بتبقى مختلفه، ردود فعله بتبقى مختلفه. فالاحسن لو انا وصلت ان انا اكون واعيه باللي بيحصل لي واخده بالي ان انا لا انا بمر بده، فانا يعني احسن حاجه ان انا لازم اتكلم مع دكتور نفسي يساعدني، وحد عنده خبره مهنيه في المجال النفسي. ليه بقى انا بقول كده؟ لان في نوعين، في نوع بيعيشوا لحد اخر عمرهم مع الاضطراب ده، وده بيبقى حياتهم بجد يعني تعيسه جدا ليهم ولغيرهم واللي حواليهم. وفي نوع بياخد الستبس للعلاج والتريتمنت وياخد باله من الريسك فاكتورز ويبقى عنده عزيمه فعلا عايز يتعالج. طيب ليه بقى العلاج مهم؟ العلاج مهم وبياخد وقت. هو اولا الصدمه بيبقى تاثيرها مختلف من انسان لانسان، يعني لو في اتنين اتعرضوا لنفس الصدمه ممكن واحد يتاثر والتاني لا، ممكن الاتنين يتعرضوا للصدمه وكل واحد يبقى مختلف بعد الصدمه، يعني يبقى دماغه مختلفه وردود فعله مختلفه. طيب عشان اتجنب الموضوع ده هرجع اقول ان لازم التوكينج ثيرابي، يعني لازم يكون في كلام الشخص اللي عنده الاضطراب ده يتكلم مع حد عنده خبره او يتكلم مع حد بيثق فيه يقدر يقول له كل مشاعر. لان 50% من العلاج انك تطلع وتقول ايه اللي انت خايف منه او ايه اللي انت قلقان منه، ايه اللي بيصدمك، ايه اللي مش بتحبه، ايه اللي بيفكرك بالصدمه. فدي حاجه مهمه قوي. وارجع برضو اقول لكم يا ريت كل واحد اتعرض لاي حاجه يكون عنده استعداد ووعي كامل ان هو يتكلم مع حد، لان الكلام ده نصه في العلاج. طيب
الحروب بقى، الحروب هل بتأثر على الناس؟ اه طبعا 90% من ضحايا الحرب او من اي حد تعرض لحرب عنده PTSD. لذلك في اغلب الفيديوز اللي بنشوفها سواء في فلسطين او اغلبها في فلسطين، اغلب الاطفال او الناس اللي تعرضت لصدمة او لحاجة خوفتهم قوي دايما لقى عينهم مبرقة او مش عارفين يتكلموا، ده كله PTSD وبتاخد وقت لحد ما الانسان يرجع طبيعي. وعلى فكرة في ناس بتعيش معاها للأسف شديد. في كمان حاجة، احنا هنا مثلا بنلاقي ناس كتير جايين من دول فيها حرب، احنا لازم نتكلم مع عيالنا عن PTSD، دي حاجة مهمة جدا جدا، يعني ازاي نبقى لطاف مع الاطفال دي، لان انا هحكي لكم دلوقتي قصص حقيقية جاتلي من ناس عندهم PTSD وتعرضوا للحروب، وهقول لكم بيبقوا عاملين ازاي. قبل ما اقرا المسجز اللي جاتلي، انا لسه عايزة اقول لكم حاجة انا شفتها بعيني من سنة ونص. كنت في مدرسة بشتغل TA، وكان في الفصل ناس جايه من بلد فيها حرب، وبعدين كان في طفل، الطفل ده كل ما طياره كانت تعدي كان دايما نلاقيه يستخبى تحت الديسك ويمسك ودنه جامد كده كذا مره. بعدين احنا لما خدنا بالنا من التصرف ده واتكلمنا معاه، عرفنا ان صوت الطيارات بتفكره بالطيارات وعندهم في الحرب بصوت الطيارات. فالولد كان بيترعب جدا وكان بيخاف بيعرق، وكنا بنشوفه يعني لحد ما احنا بدأنا واحدة واحدة نتكلم مع اهله انه لازم يتعرض للدكتور، احنا كمان ناخد بالنا ان الطيارة دي او شكلها حاجة بتخوفه. فبدأنا واحدة واحدة نتكلم عن وسائل المواصلات وان دي مش بس للحروب، وان لحد ما الطفل بعد شهرين ثلاثة كان يسمع صوت الطيارة كان يبصلنا كده وما يبديش اي رد فعل زي الاول. عندي ليا صديقة برضو كانت هي جاية من بلد والبلد كان فيها حرب، ومن كتر ما القنابل والغازات اللي كانت بتحدف عليهم هي كانت بتفتكر ان هي هتموت في اللحظة دي من الخنقة. كل ما تشوف دخان حتى لو عوادم سيارات كانت تتوتر جدا، تمسك ايدنا تبقى مخايفة، يعني نبقى ماشيين فجأة وبنضحك وفجأة يحصل كده. فده اللي انا شفته. لا يا جماعة، PTSD حاجة مهمة ولازم نتكلم فيها. يعني في ناس بتترعب من حاجات احنا مفكرينها عادي، بس الحاجات دي بتفكرهم بحاجات مؤلمة وذكريات يعني سببت لهم صدمة الخوف. يعني تخيل انت حد كبير ماشي وعادم سيارات يخوفك بس عشان هو شبه الدخان. طب يلا بينا بقى نقرا المسجز اللي جات لي، وانا كمان استأذنت اصحاب المسج ان هم هعرضها في البلوج وهم موافقين. انا مش هقول اي اسم حد، ولكن هعرض عليكم قصصهم لانهم عايزين يشاركوها معنا، وكمان عشان ناخد بالنا من غيرنا ويكون عندنا برضو وعي. اول حاجه، هاي ياسمين، انا وانا في الثانوي تعرضت للتحرش من شخص بصفات معينه وبشكل وشي معين، لدرجه ان انا اي حد بشوفه كده بفتكر اللي حصل لي وبكره الناس كلها بسبب ده. مامتي توفت وانا في الثانوي ومش قادرة اتخطى الموضوع ده، وبرغم ده ببان قدام الناس ان انا طبيعية، ولكن لما بشوف اي حد مع مامته بفتكر ماما وبعد اعيط ومش قادرة اتخطى الصدمة دي خالص. الرسالة دي صعبة قوي، ماشي، هي بعتها لي بالانجلش بس انا ترجمتها. هي جاية من بلد فيها حرب، تعرضت لأسوأ موقف في حياتها، كانت راكبة الأتوبيس مع مامتها عشان يتنقلوا من بلد لبلد، بعدين المحتلين وقفوهم ونزلوهم وبدأوا يقتلوا ناس عشوائية قدامهم، فمامتها حطت ايدها على عينها عشان ما تشوفش المنظر ده. بعدين هي افتكرت ان هم هيقتلوها لما السولجر جه قدامها ورفع المسدس، فمامتها حطت ايدها على عينها، بعدها البنت اغمى عليها. هي بتحكي بتقول صحيت فقت لقيتني في الأتوبيس وماما حضناني وماسكة رجلي جامد، ببص لقيت رجلي فيها تلت يعني مقطعينها بالسكينة كده، رجلي متقطعة وفيها دم، ولحد دلوقتي أنا كل ما بص رجلي أفتكر الصدمة دي ومش قادرة أنساها. دي أصعب موقف مر في حياتي، أنا عندي 45 سنة ومش قادرة أنسى اللحظة دي واليوم ده وشكل مامتي، ومش قادرة أنسى شكل رجلي اللي تشوه، ولكن أنا بحاول أعيش وتشخصت فعلا PTSD وبتعالج لحد دلوقتي. خلي دايما يتجنب فكرة انه يبقى معزول او لوحده او ايزوليتد، لان ده بتبقى من علامات الدبريشن وممكن يؤدي للانتحار. فحاول دايما لما تلاقي حد كده يلا نروح نلعب رياضة، يلا نتمشى، يلا نخرج، يلا ناكل، يلا ندرس،
تعالى معايا المشوار ده كده يعني. دي تبقى حاجه لطيفه جدا لو انت عملته، لو احنا عملناها مع الناس اللي عندها PTSD. لو انت لاحظت ان حد بيخاف جدا او بيفصل فجاه او بيجيله فلاش باكس، احترم الوقت ده واتكلم معاه ايه الحاجه اللي خوفتك او ايه الحاجه اللي فكرتك بالموضوع ده وتجنبه، ما تتكلمش فيه، حاول ما تعملوش. انا بتكلم بصفه عامه، ولكن بصفه خاصه عشان دلوقتي في ناس كتير جايه مثلا من فلسطين وجايين من 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 دول كتير فيها حروب، فاحنا بس نبقى لطاف معاهم، ما نزودش عليهم الحمل او العبء يعني. ما يبقاش حد عنده صدمه وخايف حتى يتكلم عنها او مش عارف يعبر عنها. زي ما قلت، مش ضحايا الحرب بس اللي بيجيلهم PTSD، ممكن يكون اي حد تعرض لاكسيدنت او تعرض لحاجه كبيره قوي يكون مر بالPTSD او عنده يعني. فانا عامله الفيديو ده لحاجتين، لو انت ذات نفسك عندك اعراض PTSD او حصل لك صدمه ومن ساعتها انت مش حاسس انك زي الاول، ابدا خد الخطوه وتعالج وخد الستيب ده. 40% من الناس اللي بداوا العلاج رجعت حياتهم طبيعيه واحسن من الاول كمان، لان هم حسوا ان عملوا حاجه كبيره قوي، تعرضوا لصدمه ووقفوا على رجلهم تاني، في حين ان نسبه كبيره بيتعرضوا للانتحار. فلما انت بتبدا تتعالج وتتعالج اصلا، انت بتبقى عملت حاجه كبيره قوي قوي. فان شاء الله يكون الفيديو ده يساعد ناس كتير قوي ان هم ياخدوا ستيب في العلاج النفسي للPTSD. طيب حاجه تانية، لو انا حواليا حد من الاهل او من اصحاب عندهم PTSD، الفيديو ده هيساعدك كمان تكون لطيف. لو انت مش تقدر تساعد، كن لطيف، كن مستمع، ساعد الناس. مش هتقدر تساعد، خليك لطيف يعني، افهم الحاله ايه، ما تزودش الطين بله يعني. اتمنى يكون الفلوج عجبكم واستفدتوا منه، وما يكونش رخم وطويل وفي رغي كتير. ولكن لو عايزين تشوفوا كل سلسلة الصدمات والتشافي، تقدروا تعملوا سبسكرايب للشانل بتاعتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوز اول ما تنزل. باي.